يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بهذا الدعاء وهل له أصل؟ اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، اللهم أيسه منك ما أيسته من رحمتك إلى آخره. يقال إن الإمام محمد بن واسع كان يدعو الله كل يوم بهذا الدعاء، فجاءه الشيطان وقال له: يا إمام أعاهدك أني لن أوسوس لك أبدا، ولن آتيك ولن آمرك بمعصية، ولكن بشرط ألا تدعو الله بهذا الدعاء، فهل لهذا أصل؟ أولا ينبغي للمسلم أن يدعو بالأدعية الواردة ويتقيد بألفاظها، لأن ألفاظ النبوة فيها خير وفيها بركة، يتقيد بألفاظها. ثانيا هذا الدعاء معناه صحيح، معناه صحيح وإن لم يرد بلفظه لكن معناه صحيح، مأخوذ من الأدلة. نعم.